كلمك في الدينستي جدا لازم قانون الدينستي دي ايكوال ماس اوفر فوليوم، ولازم تبقى عارف الميجرنج يونت بتاعتها. الماس بالجرام والفوليوم بالسنتيمتر كيوبيك، يبقى جرام بير سنتيمتر كيوبيك. المساله بتاعتها تبقى سهله وبسيطه، فاش مشكله خالص. هيديك الماس، هيديك الفوليوم. واحد يقول لي طب ساعات بيديني ماس 1 ماس 2، اعمل الاثنين ماينس بعض طلع لي رقم واحد. لو اداك فوليوم 1 فوليوم 2 اعمل الاثنين برضو ماينس هيطلع لك فوليوم 1. يبقى لو اداني ماسين اطرحهم من بعض، اداني فوليومين اطرحهم من بعض. لكن هنا بقى في تريكه بسيطه. الووتر الدنسيتي بتاعت المايه كام؟ 1. معنى كلمه 1 يعني ايه؟ يعني الماس اللي فوق قد الفوليوم اللي تحت عشان يطلع لي 1. يعني لو هنا 20 يبقى هنا 50 تبقى 50. يبقى معنى كده هخرج بجمله مهمه، ان الماس بتاعت الووتر قد الفوليوم بتاعت الووتر، صح؟ يبقى الماس بتاع الووتر قد الفوليوم. شفت في امتحان من الامتحانات بيقول له كوريكت اندرلاين ماس اوف ووتر ايكوال 20 جرام. معنى كده ان الفوليوم ايكوال 40 سنتيمتر كيوبيك، وجايب له هنا خط تحت 40. بس ده لمين؟ قايله للووتر، للميه. وانت عارف ان الماس بتاعت الميه قد الفوليوم بتاعتها، عشان في الاخر هتطلع ايه؟ 1. فمعناه ان اداك الماس 20، يبقى الفوليوم يبقى بدل 40 تبقى 20. طيب معنى ان الحاجه تطفو فوق، يعني هي خفيفه ولا تقيله؟ خفيفه، يبقى عندها لو دينستي. ما طالما الحاجه بتطلع لفوق يبقى خفيفه. جرب انت نفسك كده شيل حاجه لفوق، يبقى الحاجه دي خفيفه. لو انت جيت تشيل حاجه تقيله هتلاقي ايدك نزلت لحت. انت بتطلع الجيم بشوفك على طول 24 ساعه في الجيم، صح؟ لو انت ماسك دمبل، لو الدمبل ده خفيف هترفعه لفوق، لو الدمبل ده تقيل هينزل لتحت. يبقى خلي بالك من الجزئيه دي. كل السبستانس اللي فلوت اون ووتر سيرفيس عندها هاي ولا لو دينستي، وكل السبستانس اللي تسينك اون ووتر عندها هاي دينستي. يبقى الحاجات الخفيفه بتطلع فوق الميه، بتطفو فوق الميه، فبنقول عليها عندها لو دينستي ذان ووتر، والحاجات اللي سينك اون ووتر عندها هاي دينستي ذان ووتر. وتحفظ لي الاكزامبل، ماشي. الميلتنج بوينت، تعريف الميلتنج بوينت مهم جدا. تمبريتشر السبستانس ساعتها بيحصل لها تشينج من سوليد لليكويد. لو قال لي تشينج من سوليد لليكويد بس دي الميلتنج. لكن كلمه ميلتنج بوينت تمبريتشر هي درجه حراره معينه بيبدا عندها الحاجه تتحول من سوليد لليكويد، لان انا مش اول ما اطلع التلج من الفريزر بيسيح، صح؟ بياخد فتره بعد كده يبدا يسيح، اول ما يبدا ان هو يحصل له ميلتنج هي دي اسمها الميلتنج بوينت. في ان احنا نعمل تو الويز. عندك رقم واحد الكبر جولد الويز، سبيكه الذهب والفضه، دي بستخدمها في صناعه المجوهرات. النقطه الثانيه اللي هي المهمه جدا النيكل كروم الوي، دي بستخدمها في عمل الهيتنج كويلز. الهيتنج كويلز ملفات التسخين اللي موجوده في الكاتل والدفايه والكلام ده كله. البويلنج بوينت زي الميلتنج بوينت، بيجيبها لك ساينتفك تيرم. بويلنج يبقى من ليكويد لجاز. بويلنج بوينت معناها درجه الحراره اللي عندها بقى بيبدا السبستانس دي تتحول، لان انا لما احط ميه على النار بتغلي على طول؟ بتتحول لفيبر على طول ولا بتاخد وقت؟ هتيجي عند درجه حراره معينه تبدا انها تتحول، يبقى دي اسمها البويلنج بوينت زي الميلتنج بوينت. كل حاجه حوالينا سوليد؟ اه، بس في سوليد سبستانس سوفت ات روم تمبريتشر، يعني لينه او طريه اقدر اتنيها زي الرابر الاستيكه بتاعتك. في سام سبستانس عشان تبقى سوفت، عشان تبقى طريه واقدر اتنيها، محتاجه هيت زي الميتالز، لازم اسخنها عشان ابدا بقى اشكلها على مزاجي. في سبستانس ثانيه كانت بي سوفت، ما تقدرش ان هي تبقى لينه او طريه او اقدر اتنيها او اشكلها حتى لو سخنتها، زي الكول والسلفر، الفحم والكبريت. ثلاث حاجات مهمين جدا لازم اسالك على واحده منهم في الامتحان. الجود والباد كوندكتور، الكلام ده بتاع برايمري 6 بتاع سنه 6. بس احنا لما اتكلمنا على الجود كوندكتور واتكلمنا على الباد كوندكتور كنا بنقول هنا الميتالز وهنا الود والبلاستيك والجلاس والكلام ده كله. لا، في حاجات جديده بقى عندك. عندك سام سوليوشن بعد المحاليل، حاجه في ميه، زي مين؟ زي السولت سوليوشن والاسيديك سوليوشن والالكلاين سوليوشن. الاسيد اللي هي الاحماض، الالكلاين اللي هي القواعد، السولت سوليوشن ميه بملح. كل الكلام ده كده جديد عليك، فطالما جديد عليك هاجي اسالك فيه. ده بيوصل عندك الهيدروجين كلورايد اللي هو ال HCl موجود في البنزين، ما يوصلش. ميه بسكر ما توصلش، اللي هو الشوجر سوليوشن. يبقى الكلام اللي فوق اللي هو الايرون والسيلفر والكبر والالومنيوم، كل الكلام دوت ميتال عادي بيوصل كهرباء. لكن حضرتك عندك السلفر والفوسفرس والوود والبلاستيك ما بيوصلش، الكلام ده بتاع السنه اللي فاتت. الجديد السنه دي سوليوشن اسيديك، الكلاين، سولت، HCl اللي موجود في البنزين، وشوجر سوليوشن، ده ما بيوصلش. هاجي اسالك بقى في الحاجات اللي تحت دي، في التريكات اللي تحت، مش هسالك في الكلام بتاع ابتدائي. السيرمال، محتاجين حاجه في السيرمال اللي بيوصل حراره ومش بيوصل حراره. الكيميكال بقى، لما جينا اتكلمنا على الكيميكال اتكلمنا على الفيري اكتيف ميتال اللي هي العناصر
اللي بتكون شديدة التفاعل مع الأكسجين. أول ما بتتفاعل مع الأكسجين بتتفاعل بسرعة جدا. قلنا عندنا مثالين، الصوديوم والبوتاسيوم. طب أنا الصوديوم والبوتاسيوم بعد ما خدت بقى لسن 2 لسن 3 أجي أكتبها في الامتحان صوديوم ولا أكتب إن إيه عادي؟ بوتاسيوم. ما أنت راجل دلوقتي بتاع ساينس بتاع كيمياء، فبالتالي تكتب لي بالرموز. أنا فاهم أنت إيه، تكتب إيه بالرموز. الكلام دوت أصلا react with oxygen as soon as exposed to the air، أول ما بيطلع الهواء بيتفاعل مع الأكسجين بفرقة. طب أنا عايز بقى أشيله، عايز أخزنه، أخزنه فين؟ بنحطه under surface of كيروسين، بحطه تحت سطح الكيروسين أو البارافين. كيروسين اللي هو الجاز حطه عشان يعمل طبقة layer عشان الأكسجين ما يوصلوش. طب ما نحطه في المية، طب ما المية H2O فيها أكسجين صح؟ يبقى ينفع احطه في الميه يتفاعل مع اكسجين على طول؟ يبقى لازم احطه في حته ما فيهاش اكسجين، بحطه اندر سيرفيس اوف كيروسين تو بريفنت رياكشن ويز اوكسجين. اسمعها تاني. طب عندي ليس اكتف، ليس اكتف يعني اقل نشاطا، بتاخد بيريود اوف تايم بعض فترات من الوقت عشان تتفاعل، زي الحديد والنحاس والالومنيوم ما بيصديش من يوم وليله صح، بياخد له فتره طويله عشان يرياكت مع الاكسجين. بعد ما يرياكت مع الاكسجين يبدا ان هو يحصل له راست صدى. في بقى عندك ميتالز ثانيه يا inactive. واحد يقول لي يا مستر طب ما هي inactive مش نشيطه مش مهمه. لا دي بقى مهمه وغاليه. ليه؟ انا دلوقتي عندي سبستانس بيحصل لها رست، مش عايز اخلي السبستانس دي تصدي خالص، قوم جايب الانكتيف ميتالز دي ادهن بيها السيرفيس الاخرى. لو انا عندي ساعه، الساعه دي من اي ماده ممكن تصدي، لا ممكن بقى اجيب الساعه دي اطليها بميه ذهب بفضه بكروم. لكن انا دلوقتي مش عايز الحاجه تتفاعل مع الاكسجين، احط لها لاير فوقيها، طبقه فوقيها. طب الطبقه اللي فوقيها دي هتكون من ماده تتفاعل مع الاكسجين ولا ماده انكتيف؟ عندك الانكتيف كتير بقى، السيلفر والبلاتينيوم والنيكل والجولد والكروم. حد كان معاه ذهب والذهب صدت، الفضه صدت، واحد يقول الفضه سودت. اه سودت، تيجي بعد كده تنظفها ترجع تاني زي ما هي شايني. لكن احنا الكلام ده ما بيتفاعلش مع الاكسجين، الكلام ده انكتيف. عشان كده المواد دي غاليه، غالي غالي، دول انت عارفينهم. بقيه الحاجات دي غاليه جدا اصلا. يبقى 3 سبستانس، فيري اكتف، ليس اكتف، ان اكتف. فيري اكتف زي صوديوم وبوتاسيوم، ليس اكتف ميتالز. طب ما دول برضو لما تطلع بعد كده المراحل الجايه تعرف ان دول ميتالز. بس عندي ميتالز، في ميتالز اكتف قوي وفي ميتالز ان اكتف. عندك الميتالز الليس اكتف اللي الايرون والكوبر والالومنيوم، الان اكتف عندك السيلفر والجولد والبلاتينيوم والكروم صح. عشان كده فاكر الالوي اللي احنا لسه واخدينها، الالوي كانت اسمها ايه؟ نيكل كروم. لان انا ما عنديش دفايه صدت من جوه، ما عنديش مكوه صدت، لو صدت يبقى الماتيريال بتاعتها اصلا مغشوشه صح؟ ما بتسحش. واحد يقول لي لا دي الدفايه ساحت، لا البلاستيك بتاع الدفايه هو اللي ساح، لكن الكويل اللي جوه ملفات التسخين اللي جوه دي ساحت عشان هي عندها هاي ميلتنج بوينت. جينا بصينا للسؤال ده، ايرون راست، الحديد بيصدي وين اكسبوز تو ذا ويت اير؟ ويت هنا معناه ايه؟ رطب صح. عكسها كلمه ايه؟ دراي، جاف. ما هو الهواء لو جاف مش هيصدي الحديد، لازم يبقى ويت اير. يبقى هنا بنتكلم صح. نمبر 4، نقط جاز يوز ان فيلينج بالونز اوف سيلبريشن. ما جابليش الهيليوم، هيجيب لي هيدروجين. نمبر 2، among substances which find great difficulty، يعني بتواجه صعوبه انها تتفاعل مع الاكسجين. يبقى لما بشوف كلمه great difficulty معناها بيتكلم على الفيري اكتيف ولا الان اكتيف؟ خلاص ما انت كده كده بتواجه صعوبه في التفاعل، يبقى مش بتفاعل معاه. مين بقى اللي مش بيتفاعل معاه؟ صوديوم، لا ده فيري اكتيف. بوتاسيوم فيري اكتيف. الحديد ليس اكتيف. الاي يو رمزه مين؟ رمز مين؟ صح. امال السيلفر رمزه ايه؟ برافو. نمبر 1، an alloy of not used in making jewels copper gold، لكن بتاعت الهيتنج كويل نيكل كروم. يبقى التريكات دي لازم تجيلك. هنا اهو بيقول لك ذا كروز ذا وود وورد اوت، هتخرج لي الاسيديك ولا الشجري ولا السولت ولا الكلاين؟ لان كلهم جود كوندكتور ما عدا الشجري باد كوندكتور. وين بوتاسيوم اكسبوز تو ذا اير ات راست افتر سيفرال دايز، البوتاسيوم فيري اكتيف، يبقى غلط. ده on the spot as soon as possible، على طول بيتحول على طول وبيتفاعل على طول مع الاكسجين. قلنا الماتر الكبيره بتتكون من حاجه اصغر منها اسمها مولكيولز، الجزيئات. الجزيئات دي قلنا اللي هي in continuous motion، بتتحرك في حركه مستمره. في بين الجزيئات في حاجتين، spaces وايه كمان؟
سورس صح. يبقى عندي انترموليكولار سبيس وانترموليكولار فورس. لازم حضرتك تبقى عارف لي في السوليد والليكويد والجاز عامله ايه الجزئيه دي. لما جينا نتكلم على السوليد قلنا في السوليد الموليكيولز بتاعتها بتتحرك ولا مش بتتحرك، الحركه بتاعتها ايه؟ ليميتد فايبريشن في مكانها، بتتحرك حركه اوسيلاتري اهتزازيه في مكانها، ما بتغيرش مكانها، مجرد ما هي قاعده بتتحرك الحركه بتاعتها دي حركه ليميتد، ما بتروحش من مكان للاخر، يبقى الحركه بتاعت السوليد ليميتد. الانتر موليكولار سبيس المسافات بين الجزيئات، عندك كذا كلمه، نارو يعني صغيره ضيقه جدا، فيري سمول يعني صغيره جدا، عندك كلمتين اختار الكلمه الاسهل ليك. لما اجي اتكلم على الاي ام اف الفورس في السوليد سترونج، لما اجي اتكلم على الشيب وعلى الفوليوم، الشيب قلنا ايه؟ ديفينيت شيب ديفينيت فوليوم، ما بيتغيرش فيكسد، ده بالنسبه للسوليد. تعالى نتكلم على الليكويد، جزيئات الليكويد في موشن، في موشن، بس الموشن بتاعتها ايه؟ ليميتد، او بنقول عليها فري، بتتحرك بحريه زي الميه كده بتهزها، تلاقي الميه اتحركت بحريه. الانتر موليكولار سبيس المسافات بينها ايه؟ لارج، كبيره نسبيا. الانتر موليكولار فورس القوه بينهم ايه؟ ويك، ضعيفه. ليه ضعيفه؟ ممكن اجيب كوب فوتر، كوبايه ميه، اقسمها هنا شويه هنا شويه هنا شويه، لكن ما اقدرش اجيب حته حديده اكسر هنا واكسر هنا واكسر هنا، لان هي قويه جدا. يلا تعال نتكلم على الشيب وعلى الفوليوم. شكل الليكويد انديفينيت صح، بيتغير، عشان كده بنقول تيك ذا شيب اوف ذا كونتينر، بتاخد شكل الكونتينر او الكوبايه اللي انت حاططها فيها. الفوليوم ديفينيت ثابت، هي شويه الميه، لو جيت حطيتها في طبق خدت شكل الطبق، حطيتها في كاس خدت شكل الكاس، حطيتها في تيوب خدت شكل التيوب. تعالى نتكلم على الجاز. يلا الموشن في الجاز ايه؟ مور فري، تتحرك بحريه. السبيسز بين الجاز ايه؟ فيري لارج. الفورس فيري ويك اور نوت فانيشد. هنتكلم على الشيب وعلى الفوليوم. الشيب ايه؟ indefinite shape indefinite volume، لان انا ممكن اجيب البالونه ذات نفسها اعملها بريس اضغط عليها شكلها يتغير حجمها يتغير. يبقى الثلاثه دول اخلي بالي منهم، الجاز والليكويد والسوليد، الانتر موليكولار سبيس والانتر موليكولار فورس والموشن بتاعت كل واحد، الشيب والفوليوم. فاكر لما كنت بجيب هنا 300 ووتر، كنت بجيب 100 الكحول صح؟ لما كنت بعمل الاثنين ميكس على بعض المفروض السميشن بتاعه مديني كام؟ لكن ايه اللي لقيته؟ ان السميشن بتاعه بيكون لزان 400، لزان 4 اقل من 400. ايه السبب اللي خلاها اقل من 400؟ عندك في هنا انتر موليكولار سبيس مسافات بين جزيئات الميه، فبعض جزيئات الكحول دخلت بين جزيئات الميه واستخبت، فبالتالي ما ادتنيش ال 400، هتديني كام؟ هتديني مثلا 395 395 390 398 بالعربي كده. بعض جزيئات الكحول دخلت جوه جزيئات الميه، some molecules of alcohol enter او occupy اللي انت عايز تقوله قوله the spaces between water، بعض جزيئات الكحول دخلت بين جزيئات الميه احتلتها، فبالتالي لما اعمل كده واقول جزيئات الكحول اهي، يبقى اللي زاد حته صغيره بدل ما يزيد لغايه هنا لا استخبوا جوه. لازم تحافظ الرموز، لان لازم اجيب لك في الامتحان اقول لك الايرون رمزه ايه؟ صوديوم، البوتاسيوم، الهيدروجين، هيليوم، ليثيوم، كلورين، كربون، كالسيوم، سيليكون، سلفر، جولد وسيلفر. جيت قلت لك الجولد والسيلفر، الجي ما تجيش مع الجي، يعني انا عندي حاجه اسمها اي جي واي يو. اي جي ما تجيش مع الجي، الجي ما تجيش مع الجي، يعني الاي جي مش جولد، الاي جي سيلفر. اتفقنا؟ يبقى الاي جي سيلفر والاي يو جولد، يبقى الجي ما تجيش مع الجي. بتتكون من حاجه اصغر منها اسمها موليكيول. الموليكيول ده اصلا بيتكون من حاجه اسمها اليمنت، عنصر. العنصر ده بيتكون من سمولست بيلدينج يونت، اصغر وحده بناء للماده هي الاتوم. خلاص النيوكليس دي بقى كلها جواها ايه؟ جواها البوزيتيف بروتون والنيوترال نيوترون صح؟ حلو. الالكترونات بتريفولف اراوند ذا نيوكليس في imaginary places بنسميها energy level. يبقى الالكترونات بتلف هنا في الانرجي ليفل. البروتونات والنيوترونات جوه النواه، ولازم تكون عارف لي بوزيتيف بروتون، نيوترال نيوترون، والالكترون
نيجاتيف. بعرف الارقام دي منين؟ قلت لك بنعرف الارقام دي من الاتوميك نمبر والماس نمبر. الاتوميك نمبر والماس نمبر بيتكتب لي ازاي؟ في رقم بيتكتب تحت على الشمال، رقم بيتكتب فوق على الشمال. اللي تحت ده الصغير ده الاتوميك، اللي فوق ده الكبير الماس. الاتوميك ده بتاع مين؟ البروتون او الالكترون، لكن الماس بيكون البروتون بلس النيوترون. تعالى هنا بقى في تركايه، اجي اكلمك اجيب لك عنصر، العنصر ده اقول لك طلع لي منه البروتون، طلع لي منه الالكترون، طلع لي منه النيوترون، واعمل له الكترونيك كونفيجريشن ووزعه لي. بعمل ايه؟ باجي كده على الجنب اقول بي اي ان، هطلع البروتون والالكترون والنيوترون. لازم البروتون اللي تحت، الكترون اللي تحت، نيوترون فوق ناقص تحت. قعدنا نغنيها كتير، بروتون اللي تحت، الكترون برضو اللي تحت، النيوترون فوق ناقص تحت. اللي مذاكر بقى والشاطر عارف ان اللي تحت اسمه اتوميك نمبر، واللي فوق اسمه ماس نمبر. اللي تحت هو البروتون اللي موجوده انسايد ذا نيوكليس، او الالكترون اللي ريفولف اراوند ذا نيوكليس، لكن اللي فوق الاثنين دول موجودين جوه النيوكليس. حلو. اللي فوق ناقص تحت معناها 16 ماينس 8 تطلع 8. واحد يقول لي طب ما احطهم كلهم 8 وخلاص. لا، في بعض الاحيان النيوترونات يا بتساوي ايكوال البروتون او مور ذان 1، ازيد منها بواحد كده. ان ايه ده رمز مين؟ 11 23. يلا بي اي ان بروتون 11، الكترون نيوترون ده ناقص ده، فلما تعمل 23 ماينس 11 تطلع 12. انا بقى لما اجي اعمل الكترونيك كونفيجريشن، لما اجي اوزع اسمه الكترونيك ولا بروتونيك؟ الكترونيك. يبقى انا هاخد الالكترونات اوزعها. ما قاليش اسمه بروتونيك ولا قال لي اسمه نيوترونيك كونفيجوريشن، قال لي اسمه التوزيع الالكترو، توزيع الكتروني. انا بوزع الكترونات. يلا يا باشا فين الالكترونات اللي عندي؟ 11. يبقى انا ماليش دعوه بالبروتون، ماليش دعوه بالنيوترون، انا هاخد ال11 دي اوزعها. جم العلماء اتخانقوا مع بعض، هنوزعها ازاي؟ هنحطهم كلهم في اول انرجي ليفل، اللي احنا عندنا سبعه. قلنا الانرجي ليفل دي ايماجينري بليسز، اماكن تخيليه. العلماء قعدوا يتخيلوا ايه ده، هو ازاي الالكترون بيلف؟ واحد عالم فسر، التاني معرفش يفسر، جه واحد بعد كده علق عليهم. في الاخر عرفوا ان احنا عندنا سبعه انرجي ليفل، اول واحد الكي والاخر الكيو. قال لك خد الرول دي طبقها. الرول هي عباره عن ايه؟ 2 ان باور 2. لما خدنا الرول دي طبقناها، الان دي اللي هي عدد الانرجي ليفل او رقمه، الكي بكام؟ واحد، يبقى حط هنا واحد. ال 2 يبقى حط هنا 2. بدون الدخول بقى في الحسابات ديت، لقينا الكي بياخد كام؟ 2 الكترون. ال ام 18 ان، وفي هنا 7. بعد ما بتطلع البروتون والالكترون والنيوترون بوزع اللي تحت، عشان الناس اللي مش عارفه توزع ايه، هتوزع اللي تحت اللي هو الاتوميك نمبر ده بتاع الالكترونات. بعمل كده كي ال ام ان. واحد يقول لي فين الاو والبي والكيو؟ والله الاو والبي والكيو مش بتعامل معاهم بالتو ان باور 2. او بي كيو عشان الاتوم هتكون ان، لا الاتوم هتكون ان ستيبل. لا يا عم مش هستخدم دي، استخدم ايه؟ لما تطلع بقى ثانوي وتستخدم حاجات تانية في ثانوي تقدر توزع لغايه اي حاجه انت عايزها. يلا 3 معاك 3 الكترونات بس، الاولاني بياخد كام؟ اديت لي 2، اتبقى كام الثلاثه؟ الثاني بياخد كام؟ ادي له 8 ولا استنى لما اشحط الكترونات ولا اديها له بالظبط كده؟ لا اديها له يا باشا 2 1. لما بقى هو يخش كيميكال رياكشن تفاعل كيميائي، يقدر بقى يجيب 7، يقدر يرمي الواحد ده براحته. دي اللي هنعرفها الترم الثاني، وده كده شكرا مش عايزه. يلا ناخد واحده ثانيه، ناخد السي ال 17. يلا يا شباب برسم 4 انرجي ليفل عشان ده اللي بتعامل بيهم. كي ال ام ان معاك 17 الكترون، الاولاني بياخد كام والثاني؟ كده انا خدت 10 من 17، اتبقى كام؟ الثالث بياخد 18. هيقول لي لا مش عايزه، ارميهم له 7. واجي ده كده شكرا مش عايزه، يبقى 2 8 7 2 8 7. وهكذا بقى. يعني لما نيجي على 11، 11 هتبقى كام؟ 2 8 1. ما هي 2 8 معناها 10، الزيادة عن ال 10 ارميه، ادي كده 11. طيب 12 2 8 2، 13 14 2 8 4، 2 8 5 2 8 6، 2 8 7. يجي بعد كده للأرجون 18، يبقى كام؟ 2 8 8. ركز بقى في دي، مين بعد الأرجون 18؟ البوتاسيوم 19، الكي 19. يلا يا شباب اجيبها لك في الامتحان عشان في بعض الناس عارفاها وبعض الناس تغلط فيها. 2 8 9 2 8 9. ليه غلط؟ مش انت يا مستر بتقول لي ان الام ده بياخد 18؟
اه بياخد 18 بس هو مش على استعداد ياخدهم دلوقتي. انا الكبير ياخد 8 زي ما يكون عندك دور كده في عماره في 18 شقه. حد عنده اعتراض؟ المفروض اسكن ال 18 كلهم. بس لا والله انا في 8 شقق بس اللي فارشهم وموضبهم والباقي الشقق دي لسه مش متوضبين. يبقى لما يجي لك 18 ساكن هتقعدهم كلهم في الدور الثالث؟ لا والله انا هقعد 8 بس يا جدعان لان في 8 شقق جاهزين، بقيه الشقق مش جاهزه، بقيه الشقق مش. لما تطلع بقى في اولى وثانيه ثانوي هتعرف الشقق دي هنستغلها ازاي. اتفقنا؟ يبقى انا اقدر اديله 18 بس مش هديله 18، هديله كام؟ 8. هيتبقى واحد ارميه في الان، صح كده؟ طب ما الان بياخد 32 برضه مش هديله 32، هديله 8. واي حاجه بعد ال اي حاجه بعد اديها 8. يس ده لغايه دلوقتي، لغايه لما تكبر بقى في ثانوي ونقول لك احنا كنا بنضحك عليك في اعدادي عشان كذا وهكذا. اتفقنا؟ ماشي. يبقى اهم حاجه البوتاسيوم 19 2881. اخوه الكالسيوم 20. بص بقى التوزيعه بتاعت الناس اللي حافظه 2810. ما ينفعش 2810، التن ديت ما ينفعش. انا اخري 8 شقق هنا هم المتوضبين والباقي دي هنا. اهم عنصرين البوتاسيوم كي صوديوم، سوري البوتاسيوم كي والكالسيوم سي اي. 19 2881 20 2882 والان اكتف. اعرف منين الاكتف؟ والله لو عنده لزان 8 اقل من 8 الكترونات يعني 1 2 3 4 5 6 7. طب انت عارفه ان هو ان اكتف لما يبقى الانرجي ليفل ساتوريتد ويز الكترون كومبليتلي فيلد ويز الكترون، مليان كل بالالكترونات. يعني عنده كام في الاخر؟ في هنا بقى نقطه صغيره الهيليوم اتش اي 2. لما اجي اوزعه كنا بنوزعه ازاي؟ الكي بياخد كام؟ طب ده تصنفه ان هو اكتف ولا ان اكتف؟ ليه يا مستر؟ هو اصلا كده كده الكي بياخد كام؟ اديت له 2 بقى ساتوريتد بقى كومبليت، فده ان اكتف عشان هو طبع النوبل جاز. يبقى دي كده ايه؟ حاله استثنائيه. الهيليوم حاله استثنائيه لان انا لسه قايل لك من شويه الاكتف لازم يبقى عنده 1 2 3 4 5 6 7 اللي هو اقل من 8 الكترونات. طب ما ده اقل من 8 الكترونات، اشمعنى قلت عليه ان اكتف؟ عشان هو الكي بتاعه بيشبع بالكترونين بس. يبقى الراجل ده كده ساتوريتد مش محتاج ياخد الكترونات تاني، فبحطه تبع النوبل جاز او الانرت جاز. يبقى الهيليوم ده يا جماعه حاله استثنائيه. طب تعالى في النيون ال ان اي 10 توزيعته كام؟ 28. يبقى 28 دوت ايه؟ ان اكتف. زيه اخوه الارجون 18 288 برضه الارجون 18 ان اكتف عشان اخره 8. الخصهم لك كلهم، اللي هجي لك بقى اللي لازم اجيبه لك اللي لازم اسالك عليه هم دول. دول كده التريكات اللي انا لازم اجيب لك واحده عشان توقعك، شوف انت راجل مذاكر ولا مش مذاكر. بوتاسيوم التوزيعه بتاعته في توزيعتين، توزيع غلط وتوزيع صح. التوزيع الغلط 289 تن. التوزيع الصح برافو 2881. البوتاسيوم التوزيع الغلط 2810. التوزيع الصح 2882. الهيليوم كي بياخد 2 اكتف غلط ان اكتف. النيون 28 ان اكتف. الارجون 288 ان اكتف. ده اكتف ولا ان اكتف؟ اكتف ولا ان اكتف؟ اكتف يا حبيبي اخره 2. ركزوا في الجزئيه دي مهمه قوي، الخمس عناصر دول فيها مشكله. يعني ايه كوانتم؟ شويه طاقه، كميه طاقه. الكوانتم ده زي ما جيت قلت لك قبل كده، اديني شويه لب، اديني شويه لب، الشويه اللي انت هتديهم لي غير الشويه اللي انت هتديهم لي، صح؟ يبقى كلمه كوانتم دي معناها كميه طاقه. الكميه دي بقى كبيره قليله مش بتاعتي. مين اللي بياخد الكميه دي من الطاقه؟ الاتوم والالكترونات. الالكترون بقى لما بياخد كوانتم ايه اللي بيحصل له؟ بص يا شباب مهمه جدا الجزئيتين دول. لو انا حصل لي جين للكوانتم او حصل لي لوز للكوانتم، مش الالكترونات دي اصلا بتلف في انرجي ليفل؟ يبقى انا دلوقتي لو عندي الكترون ادي الكي اهو، وادي الالكترون اللي في الانرجي ليفل الاولاني. الراجل ده جيم كوانتم، خد كوانتم، خد طاقه. انت لو بتاخد طاقه تبقى اكسايتد، بتبقى راجل فاهم عندك حماسه. فلما الالكترون ياخد طاقه هتلاقي على طول ترانسفير اتنقل الى هاير انرجي ليفل، يروح للال. خد كوانتم تاني يطلع لفوق وهكذا. طيب هيفضل موجود في الال كتير؟ هيلف شويه في الال، ولما يفقد الكوانتم بتاعه يرجع مره تانيه. فيها مشكله؟ هنا
الراجل ده كان موجود هنا في الام، حصل له لوس كوانتم، فقد طاقه. زي ما انت كده بتروح الجيم وداخل عايز تشيل دمبل 20 20 ما عندكش طاقه، هتشيل 20 ولا هتنزل للعشرة للخمسة؟ الراجل ده لما بيفقد طاقه من الكي كي ال ام يبقى ينزل للال، يبقى ينزل للانرجي ليفل ده لغايه لما يسترجع طاقته يطلع مره تانية. يبقى اللي عايزك تعرفه من هنا، حصل جيم ات ويل ترانسفير تو هاير انرجي ليفل، حصل لوز ات ويل ترانسفير تو لوور انرجي ليفل، هنا هيطلع للهاير انرجي ليفل، هنا هينزل للوور انرجي ليفل. طيب الاتوم بقى اللي حصل لها القصه دي بنسميها ايه؟ انا عندي نوعين من الاتوم، والله عندي حاجه اسمها نورمال اتوم اللي هي الذره العاديه في الاوردينري ستيت في الجراوند ستيت بتاعتها، وعندي اتوم تاني اسمها اكسايتد اتوم، الذره اللي حصل لها اثاره. طب وانت بيحصل لك اثاره نتيجه ان انت خدت ايه؟ كوانتم. يبقى الاتوم اللي جين كوانتم بيبقى بنسميها اكسايتد اتوم، لكن الالكترون اللي جين كوانتم بيحصل له ايه؟ يطلع لفوق، لوس كوانتم ينزل تحت. يبقى جين بيحصل له ترانسفير تو هاير انرجي ليفل، لوز ترانسفير تو لوور انرجي ليفل. ده بالنسبه للكوانتم مهمه جدا. رايت الكترونيك كونفيجريشن، هتوزع هعمل ايه بقى؟ انت هيكون معاك طبعا كشكول اجابه تاني او نظام البوكليت على حسب انت هتحل في ايه. امسك واحد واحد، الارجون بمسك الارجون كده 18 واعمل الانرجي ليفل بتاعتي العاديه، اكتب كي ال ام، بعد كده وزع 2 8 8. وابص على السؤال، اول ما اشوف الكلام ده خلاص الناس عارفه ان ده الكترونيك كونفيجريشن، بس ممكن اكون انا طالب منك حاجه في السؤال. ممكن اكون طالب منك قول لي اكتف ولا ان اكتف، ممكن اكون طالب منك قول لي النمبر اوف نيوترونز، صح؟ اهو عايز الالكترونيك كونفيجريشن وسكت بس، يبقى هوزعها له كده. يلا بدماغك، الصود النيتروجين 7 2 5، كلور 17 2 8 7، بوتاسيوم 19 لازم يجيبها لك 2 8 8 1، ان اكتف 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 برضو، كلهم اكتف ما عدا ده ان اكتف. ماشي، الاتوم مش عندها ماس؟ الاتوم اهي، وادي النواه اهي، النواه دي اللي كان جواها ايه؟ البي والان، الالكترونات هنا وبتلف بسرعه. يبقى لما اجي اوزن الذره، انا عم هجيب ذره في ايدي كده مع انها استحاله، بس هجيبها اوزنها، ليه دعوه بالالكترونات؟ الالكترونات ريفولف ان فيري هاي سبيد بسرعه، فالماس بتاعتها الكتله بتاعتها نيجليجبل، يعني متناهيه الصغر، لا قيمه لها مقارنه بالكوره اللي جوه، اللي جواها البروتونات والنيوترونات، صح؟ بيبقى العدد كبير. يبقى انت اصلا لما كنا بنقول الاكس مثلا، مثلا كنا بنقول هنا مثلا 16 وهنا 32، فين الكبير؟ لان ده بروتون ونيوترون. يبقى لما اجي اوزن الذره باوزن الماس بتاعت النيوكليس، يبقى الذره كلها موجوده جوه ايه؟ ماس اوف نيوكليس. تعال نشوف الصح والغلط دي. الماس بتاعت الاتوم كونسنتريتد متركزه في النيوكليس، صح صح جدا كمان. شغل، بص السؤال ده لذيذ اهو، ال ليفل ال ايه؟ انا بقى بحب اعمل ال ليفل كده، بكتب كده كي ال عشان اعرف هو عايز ايه. لازم ترسم الحاجات دي بايدك عشان تعرف هو عايز ايه. ال ال ليفل بتاع الالومنيوم ال 13 كونتين نقط الكترون، خلاص يبقى اروح وزع بره 2 8 3 كي ال ام. هو سالك على انهي واحد؟ ال ال فيه كام؟ يبقى اكتب 8. يبقى السؤال اللي اديهولك بايدك كده تكتبه وترسمه عشان توصل للايه؟ للنتيجه النهائيه. اديني اكزامبل على نوبل جاز، عندك كام نوبل جاز؟ هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون، اسمعهم تاني، جود كوندكتور اوف هيت، ايرون، اي حاجه، فلوت اون ذا سيرفيس اوف ووتر، بيطفو فوق سطح الميه، صح ولا غلط؟ ثيرد انرجي ليفل، الانرجي ليفل رقم 3، رقم كام؟ 3، بديله كام الكترون؟ واحد بقى يقول لي مش انت بتقول كي ال ام؟ بديله كام؟ 2 8 18. واحد يقول لي ما اكتبش 8 ليه؟ ما احنا قلنا 18 ديت ثيوريتيكال، نظريا بالقانون، بالقانون العماره فيها كام؟ الدور الثالث في العماره فيه كام شقه؟ حد يقدر ينكر ده؟ لا. كام شقه جاهزه؟ 8. بس كده. يبقى لما اجي اسالك سؤال السيرد انرجي ليفل، ليه بيسالك على السيرد؟ عشان في ناس هتروح تختار 8 بس على الورق، واحنا بنمضي على الورق واحنا بنبني عماره، الدور الثالث كان فيه كام شقه؟ بس فهو هنا بيقول لك الدور الثالث بياخد كام الكترون؟ بياخد 18، بس انا في الحقيقه بديله 8،
عشان في حاجات تانية مش جاهزة عندي. عايز number of atom والelement. يعني لو جيت قلت لك هنا كم atom وكم element، لما جيت قلت لك كم atom قلت لك تعد الأرقام بتاعت الاتوم. H2 يبقى كم H، والO يبقى انت عندك 3 atoms. ال 3 atoms دي لكم عنصر؟ انت تعالى كده قول لي بالعربي كده بالبلدي، العناصر اللي هنا مين؟ هيدروجين اكسجين. ايه 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 قلت تالت؟ يبقى اللي انت قلته هو الاليمنت، اللي انت حسبته هو الاتوم، لان الاتوم زي ما بحسب الارقام. يلا الناس اللي فهمت تعرف دي، طلع لي هنا الاتوم والاليمنت. يلا الاتوم هنعد واحد وتلاتة، الاليمنت هنقول الاتوم هنعد والاليمنت ها. طب تعالى نقول كام اليمنت هنا، يلا قول لي اساميهم. نيتروجين بيبقى اتنين، تعالى هنا كم اتوم وكم اليمنت، الاتوم هنعد والاليمنت هنقول نعد واحد واثنين، يلا نقول كربون اكسجين اثنين. ايه ده العد غير الاول؟ اه طبعا، بس في بعض الاحيان العد زي الاول. هنا كم اتوم عد واحد اثنين، كم اليمنت هيدروجين والكلورين يبقى اثنين. يبقى ساعات بقى اجي في الحتتين دول كده اسالك سؤال خبيث، اقول لك اديني مولكيولز، اديني عنصر او كومباوند، سوري كومباوند، اديني كومباوند نمبر اوف اتوم ايكوال نمبر اوف اليمنت اتش سي ال، او ده اهو عد ان ايه والسي ال ادي كده اتنين اتوم، واللي هتقوله صوديوم وكلور يبقى قلت اتنين واتنين صح. الاثنين دول بقى مهمين، وي كان ديستينجويش بتوين شوجر اند سولت، مش باللون لان الاثنين كده كده وايت. اول ذا فولوينج سوليوشن يبقى بيتكلم على محاليل كوندكت الكتريستي ما عدا واحد ما بيوصلش، اتكررت اهو. السؤال رقم 4 ده، بص السؤال رقم 4 ده نلونه كده ونفهمه، لان لازم لازم لو انا هحط امتحان اجيبه لك. وين اتوميك نمبر ايكوال ماس نمبر، اتوميك نمبر بيساوي الماس. طيب فهم هاني بقى، تعال عندك اليمنت اسمه اكس، تعال نحقق الشرط اللي هو قاله لي. قال لك ايه بيساوي ايه؟ اتوميك بيساوي، طب ما تديني ارقام. اتوميك نمبر 20 يبقى ماس نمبر، هو اللي قال لي هو اللي ايه. يلا البروتون كام اهو، والالكترون كام؟ طيب فاكر لما كنا بنجيب النيوترون كنا بنقول ايه؟ اللي فوق ناقص، تعالى اللي فوق اهو ناقص اللي تحت اهو ايكوال. الله، يبقى احنا هنا هنحط شرط اساسي، لو عندك اي ذره اللي تحت قد اللي فوق اللي هو الاتوميك نمبر قد الماس نمبر يبقى ما عندهاش ايه؟ نيوترونات، ما عندهاش. طب وده بيتطبق في مين؟ بيتطبق عندي في عنصر واحد وهو الهيدروجين H11، اسمه ايه؟ الهيدروجين H11 ده في ايه؟ واحد بروتون واحد الكترون، فيها نيوترون؟ لا، واحد ناقص واحد صفر. يبقى لما يجيب لي سؤال زي ده يقول لك لما الاتوميك نمبر بيساوي الماس نمبر، اقول له سهله، يبقى الذره ما فيهاش اي نيوترونات، ما فيهاش اي بروتون، لا ما فيهاش نيوكليوس، لا فيها نيوكليوس، ما فيهاش الكترون، فيها الكترون لكن ما فيهاش نيوترون. السؤال ده مهم جدا، انا بقى في دول عشان اجيبهم لك تشوز يا باشا. ايه ده انت خدتني من يونت 1 ليونت 3، نفصل شويه بعد كده في النص بتاعت ايه البوتنشال والكاينتيك والانرجي ترانسفورميشن والسمبل سيل والكلام بتاع الطاقه اللي في يونت 2. خلاص يونت 1 انا بالنسبه لي انت راجل برنس فيها، اي سؤال هيجي لك عليه انا عارف انك هتحله، بس بمجرد ان انا افكر لان دي كيمياء. يبقى معايا قلمي، السؤال موجود، بتقولي السؤال، يقول لك في مثلا كذا، بخطط وبكتب عشان اوصل للنتيجه، يجيب لك في كومبليت. شورت ايه؟ شورت ويد اللي هي شورت تري، الجرجير والبرسيم. لكن هنا يا باشا اسمها شورت ايه؟ اسمها شورت ليف او سمول سايز ليف اللي هي الملوخيه. فبيحب يجيب لك دي ويحب يجيب لك دي في تشوز. تاني يا جدعان تاني، ركزوا بالله عليكم، والله العظيم الموضوع سهل، موضوع سهل، شويه حيوانات وشويه نباتات تحفظ بس، فاهم الاكزامبل بتاعهم، فيها مشكله؟ لا. طيب في بقى حاجات انا ما اقدرش اشوفها بعيني، بنسميها مايكرو اورجانيزم. مايكرو، كلمه مايكرو دي يبقى حاجه بشوفها اندر مايكروسكوب، تحت الميكروسكوب. مش انت عندك باص اتوبيس، في عندك ميني ميني باص، في عندك مايكرو باص، تمام؟ بس المايكرو باص مش بنشوفه تحت الميكروسكوب، بس هو اسمه كده ليه؟ عشان صغير، اصغر من الاتوبيس. فكلمه المايكرو اورجانيزم they are living organism can not be seen by naked eye زي جون سينا، تمام؟ بس اقدر اشوفهم تحت الميكروسكوب. اسميهم ايه يا باشا؟
الاميبا والايوجلينا والباراميسيوم. اميبا ايوجلينا باراميسيوم هم طبعا بيختلفوا في الشكل وبيختلفوا في الويف موفمنت، كل واحد بيتحرك بطريقه. هناك بتتحرك بطريقه ودي بتتحرك بطريقه ودي بتتحرك بطريقه. تاكسونومي علم التصنيف، ده برانش اوف بيولوجي، ماله بيبحث عن السيميلاريتيز والديفرنسز بين الكائنات الحيه، بيشوف الكائنات المتشابهه والاختلاف بينهم وبيحط المتشابهين في جروب واحد سميناه سبيسيز اللي هو الفصيله. مهمه قوي، يبقى لك في تشوز. في بعض النباتات يا باشا تقدر تشوف الروت والستيم والليف، وبعض النباتات ما تقدرش تستنجوش، ما تقدرش تفرق بين الروت والستيم والليف. كل الالجي الريد والبراون والجرين، الطحالب الخضراء والبنيه والحمراء، لكن هنا اي نبات بتمسكه ادي الروت وادي الستيم وادي الليف، صح؟ مهمه جدا، ده اجباري لازم اي امتحان يجيبه. ويف ريبرودكشن، طريقه التكاثر. قلنا عندنا طريقه التكاثر في النبات نوعين، يا اما باي سبورز بالجراثيم، باي سيد بالبذور، بذره انا بزرعها تطلع نبات. بالسبورز الجراثيم هي بتعمل الجراثيم لوحدها، مهمه جدا. فاكر الشفره اللي احنا خدناها؟ فاكر قلنا عليها ايه؟ طيب تعالى بس نقولها كده في الاول، ان انا عندي نوعين، دول بالسبورز ودول بالسيدز. بالسبورز نوعين، الفوير عايز تقولها فوجير براحتك، عايز تقولها فوير براحتك، وال في بعض الامتحانات ولا بيجيب لك الفوير ولا الاديانتم، بيجيب لك اسمهم، اسمهم ايه؟ فيرنس، السرخسيات، بيسموها النباتات الارضيه اللي بتطلع من الارض لوحدها، مش شيطاني يعني. انت مش لما تشوف نبات طالع من الارض تقول نبات شيطاني، لا هو نبات تكاثر بالسبورز بالجراثيم. قلت لك ان هو بيكون زي حافظه جرثوميه كده، بتنفجر بتنزل جراثيم هنا جراثيم هنا على الارض، وكل واحد يطلع نبات جديد، فتلاقي الارض كلها اتملت نباتات. جت منين النباتات دي؟ يقول لك نبات شيطاني. يا عم مش شيطاني ولا حاجه، هي الفيرنس ديت كلها اسمها نباتات ارضيه السرخسيات. الانواع بتاعتها مين؟ الفوير والاديانتم، تمام؟ مهمين جدا دول بالسبورز، ماشي. بالسيدز قال لك بالسيدز عندي نوعين، جيمني سبيرمز وانجي سبيرم، اللي هي معرات البذور ومغطاه البذور. واحد يقول لي طب انا باجي في الامتحان بنسى كلمه جيمني سبيرم دي معراه ولا الانجيو هي اللي مغطاه. جيت قلت لك شفره بسيطه، انت لما بتروح الجيم اكيد بتلبس حاجه كات فكتفك بيكون عريان، صح؟ فعشان كده قلنا ان الجيمني سبيرم اسمها معرات البذور، الانجيو اسمها مغطاه البذور. معرات البذور يعني البذره بتاعتها مش جوه قشره، هنا مغطاه البذور يعني جوه قشره لازم تقشرها. هنا عندك مثالين وهنا عندك كذا مثال. الجيمنيوسبيرم يا شباب قلنا نون فلاورينج، لكن هنا فلاورينج. عشان لما اجي بص 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 جيمو كده بتقول لك جيف وان ديفرنس، اديني فرق واحد بين ده وبين ده، دي نون فلاورينج لكن دي فلاور. في حاجه تاني؟ هنا السيز بتاعتها او البذور بتاعتها انسايد كون، لكن هنا انسايد بريكارب. يبقى انت عندك اختلافين، فلاور نون فلاورينج فلاورينج، انسايد كون انسايد بريكارب. النوعين اللي هنا مين؟ باين سايكس. النوعين اللي هنا ايه؟ قال لك لا يا باشا مفيش نوعين، ده انت عندك تصنيفين، عندك مغطاه البذور يا اما ذات فلقه اسمها مونوكوتوليدون زي مونو اتوميك. فاكر المونو اتوميك؟ مونو اتوميك ليكويد كان مين هو؟ والداي اتوميك ليكويد او دايكوتوليدون، يعني ذات فلقه وذات فلقتين. هنا ذات فلقتين يقول لك فوله واتقسمت نصين، يبقى زي الترمس كده، مش الترمس لما تيجي تقشره بيتقسم نصين؟ حلو. انا بقى قصتي معاك احط كل ده في دماغي ازاي؟ خد الكتاب معاك الامتحان عادي. لا يا باشا انا بعمل كده، خريطه ذهنيه بقى لدماغك. هنا باي ايه وهنا السبورز، مامتهم اسمها ايه؟ فيرنس. كان النوعين بتوعها ايه؟ فوهير اديانتم. شكرا يا مستر انا خلاص عملت دي. قال لك السيد، لا السيد قال لك عندك ايه؟ نوعين، اللي هو مغطاه البذور ومعرات البذور. انا بقى نسيت معرات البذور دي اسمها ايه؟ ليه بقى؟ عشان افتكرتها بكلمه جيم، يبقى معرات البذور جيمنيوسبيرم ومغطاه البذور انجيوسبيرم، صح كده؟ مين اللي كان فيها مونوكوتوليدون ودايكوتوليدون؟ دي ولا دي؟ المعره والمغطاه، اصل المعره ما فيهاش قشره. لكن انا بجيب الفول وفي قشره، بجيب الترمس وفي قشره، بجيب البسله وفيها قشره، يبقى عندك هنا الانجيوسبيرم اللي هي مغطاه البذور هي دي فيها المونو والداي. طيب هنا كان عندك نوعين، الباين والسايكس. سبورز فيرنس فوير اديانتم، فيرنس فوير اديانتم، لازم تبقى الخريطه الذهنيه دي في دماغك اجباري في اي امتحان تبقى موجوده. هنا باين وسايكس، باين وي
خلصت الباين والسايكس. هتكلم بقى على الانجيوسبيرم. الانجيوسبيرم كان عندي نوعين، مونوكوتوليدون، نخليها بس بلون احمر عشان تبقى فاهم الشفره، داي مونو وداي. مونو ايه؟ لما تيجي تعرف الاكزامبل اللي مع المونو، المونو اولها ايه؟ ام. يبقى الاكزامبل اللي مع المونو واحد اوله ام، ولو قلبت الام تبقى مين بقى الام؟ ميز. مين الدبليو؟ ويت، اللي هو القمح، القمح والدوره. اهي شفره ذهنيه تخليك تعرف تحفظ الجزء ده كله. طيب الدايكوتوليدو فيها الاثنين يبتدوا بحرف، لان اخواتها لما تيجي في الالفابيتك اي بي سي دي، البي فاكرين البي والدي لما كنت زمان بتكتبوهم مع الميس، اللي كرشاه هنا واللي كرشاه هنا، فاكر انت القصه دي؟ هنا بقى عندك الدايكوتوليدو البي والبين، بس كده اهو. يبقى انت كده عملت شفره ذهنيه عشان تحفظ كل ده. فيرنس بتاعت الاسبورز فوير اديانتا. السيد قال لك جيمنيو سبيرم انجيو سبيرم، الجيمنيو سبيرم الباين والسايكس، الانجيو قال لك لا الانجيو عندك كذا نوع، مونوكوتوليدون دايكوتوليدون. المونوكوتوليدون اولها ام، يبقى مع الميز اللي اوله ام، واقلب الام تبقى دبليو، الدي معاها الاثنين بحرف البي. فيها مشكله مهمه جدا جدا جدا. عندنا البادي نوعين، يا اما سوفت بادي يا اما سبورتد. سوفت بادي مش معناه ناعم، معناه لين ما فيهوش عظم، عندك الجيلي فيش والاكتوبوس والايرث وورم. السبورتد نوعين، عندك انترنال واكسترنال، داخلي وخارجي. الخارجي حلو، الداخلي الانترنال بنسميه فيرتبريت. فيرتبريت هنا معناها الفقريات، اللي عنده فقرات في ظهره. عندك بقى كل الاكزامبل دي ومهمه وموضع امتحان. السوفت والسبورتد موضع امتحان. الارثروبوتس المفصليات تعريفها مهم جدا. انفيرتبريت، خلي بالك من كلمه انفيرتبريت اللي هي لا فقريه، ما عندهاش فقرات، هي عندها رجل مفصليه، ارجل مفصليه كبيره، متقسمه لثلاث انواع. الانسكتس 3 بيرز اوف ليجز، ثلاث ازواج. الثلاث ازواج معناها سته، ثلاثه على اليمين ثلاثه على الشمال. الاركنايدز والميرابودز اللي هي عديده الارجل، عندها 3 بيرز اوف ليجز، 4 بيرز اوف ليجز، نيومروس نمبر اوف جوينت ليج. الاكزامبل بتاعتك حفظ الاكزامبل سهل مش صعب. الايدنتيتس او بنتكلم هنا على بريسنس اوف تيس، الاسنان، عندك تيسليس ماملز. ما فتحت انت فتحت اي امتحان في المعاصر تلاقي ده اول سؤال في الكومبليت، نقط اند نقط ار تيسليس ماملز. تمام، هنا بقى الشارب انسيسورز، ودي نخلي بالنا منها. عندك الرودنت السنجابيات ولا جمورفس الارنبيات، الاثنين عندهم شارب انسيسورز، قواطع حاده ومهمه جدا. يجي يقول لك كومبير بين ده وبين ده، او منشن وان ديفرنس بين الرودنت ولا جمورفس. عندك الرودنت عندها 1 بير اتش جو، عشان كنا بنعمل لك كده، انا كنت بشرحها كنت بقول لك واحد فوق واحد تحت، 1 بير اتش جو ده الرودنت. طب اللاجومورفس قال لك لا والله 2 بيرز ان ابر جو 1 بير ان لور جو، كده رودنت، كده لاجومورفس، رودنت لاجومورفس، وتعرف لي الاكزامبل بتاعتهم مهمه جدا. سبيسيز، تعريف السبيسيز فصائل، مجموعه من الحيوانات المتشابهه مع بعض ان هم يقدروا يعملوا ريبروديوس تو برودوس نيو فيرتايل انديفيديوال، يقدروا يخلفوا فرد جديد، الفرد الجديد ده قادر ان هو يتجوز ويخلف فرد جديد من نفس النوع، سيم كايند. باين وسايكس، فاكر الباين والسايكس دول غير الفيرنس غير الفوير والاديانتم؟ يبقى الباين والسايكس دول بتوع السيدز صح، بس السيدز معراه ولا مغطاه؟ معراه، جيمني سبيرم، يبقى اروح اختار جيمني سبيرم على طول. اهو بص بص، ستيت ديفرنس بتوين، قول لي الفرق بين البين والويت. ايه ده البي والدبليو؟ الدبليو كانت مع مونوكوتوليدون، لكن البي كان مع، والاثنين اصلا انجيو سبيرم، خلي بالك يعني هما الاثنين انجيو سبيرم، بس واحد مونوكوتوليدون والتاني داي كوتوليدون. هتجيلك خلي بالك عشان بتيجي. ثلاثة هتخرج ايه؟ ليه؟ سوفت سوفت سوفت، لكن ده سبورتد. سبورتد اكسترنال ولا انترنال؟ بينز باين بي ميز. ليه؟ ليه ما خرجش الباين يعني؟ ما خرجش الباين بتاع السايكس، الباين والسايكس اللي هم جيمني سبيرم، لكن ده وده دايكوتوليدون وده مونوكوتوليدون تبع مين؟ تبع الانجيو سبيرم. ركز برضو في الجزئيه دي، انت بتتكلم في الاطراف الاماميه، الفرونت ليبس بتاعت كل حيوان بتأدي وظيفه معينه. فبتتكلم هنا على الدولفين، سي لاين، الويلز، كل الكلام ده عندهم اطراف اماميه بادلز. ليه؟ عشان سويمينج، يقدروا ان هم يعوموا، دايفينج. عندك البات وينجز،
عندك الهورس عنده سترونج هوف عشان يقدر رانينج اون روكي سويل يقدر يجري على التربه الصخريه. عندك المانجي والغوريلا عندهم لونج ارم ولونج فينجر عشان يقدروا ان هم يتسلقوا على الاشجار وكاتش ثينجز. اللي بياكل اكيد الطيور اللي بتاكل بتقدر ان هي تاكل عن طريق المنقار بتاعها، فلازم المنقار بتاعها بيكون مصمم على حسب اللي انت بتاكليه. حضرتك عندك هنا في الطيور الجارحه اللي هي الطيور اللي بتاكل ميتس زي الهوك والفالتشر، الكلام دوت المنقار بتاعه بيكون سترونج شارب كروكد بيك. عندك اللي بياكلوا الورم اللي هي الدود لونج سين بيك لونج سين ليج، اللي هو بيقول لك الصقر عنده كام رجل؟ عنده اربع صوابع، 3 انتيريور 1 بوستيريور، 3 قدام 1 ورا عشان يقدر ان هو يمسك الفريسه بتاعته. لكن البط هنا والوز الرجل بتاعته بالم ليج، رجل غشائيه عشان يقدر ان هو يعوم. منقاره بنقول ان هو وايد اندنتد، عريض في فتحتين من الجنب عشان يفلتر الميه، ان هو لما ينزل ياكل سمك السمك طالع بالميه فلازم يفلتره. الانسكتفورس هم نباتات بتعمل فوتوسينثس بروسيس عادي، بس في جزئيه معينه مش قادره تعملها، البروتين، عشان هي مش قادره تمتص النيتروجين اللي موجود في التربه، فبدل ما تمتص النيتروجين بتعمل دايجست للانسكتس بودي، الحشرات بتاخدها بتمتص البروتين او المواد النيتروجينيه اللي في جسمها. الاسامي بتاعتها الديونيا والدروسيرا والهالوفيلا، كل الكلام ده ستراكشر ادابتيشن، لان انا عندي ستراكشر ادابتيشن تركيبي، عندك فانكشنال ادابتيشن وظيفي، بيهيفير ادابتيشن سلوكي. وانا لما اكلمك على هجره الطيور البيرد مايجريشن، ما ده سلوكها، ده مش ستراكشر، مش حاجه في جسمها. الاستراكشر بيكون حاجه داخل الجسم، حاجه هي ربنا خلقها بيها تقدر انها تستفيد. فانت عندك النباتات اكلت الحشرات هي بتعمل كل حاجه، واوتوتروفيك سيلف فيدنج بتعمل فوتوسينثس بروسيس وبتعمل اكلاب نفسها، ما عدا جزئيه معينه. ايه الجزئيه ديت؟ ان هي محتاجه نيتروجين، محتاجه مواد نيتروجينيه عشان تعمل البروتين. هايبرنيشن بيات شتوي، استيفيشن بيات صيفي، بيرد مايجريشن كاموفلاج، التنكر والتخفي والخداع مهمين قوي تعرف لكل واحد الاكزامبل بتاعه. بيات شتوي هو انا ببات في الشتاء ليه؟ تو اوفر كام ديكريزنج تمبريتشر، عشان اتغلب على قله درجه الحراره. بفضل طول الشتاء قاعد في البارز في الجحور، ولا ما اطلع اصطاد، اصطاد الصبح ولا بالليل؟ الصبح في الشمس، بالليل افضل مختفي. يا اما بعض الحاجات التانية تفضل قاعده لان هي مخزنه اكلها تحت في الجحر، مخزنه اكلها لمده شهور. الاستيفيشن البيات الصيفي، هفضل طول الصيف قاعد في الايه؟ في الويت بارز الجحور الرطبه، احفر وافضل قاعد. ولما اجي اصطاد الصبح ولا بالليل؟ بالليل عشان ما يكونش فيه شمس، طبعا عشان فيش ميه كمان. يبقى هنا بعمل استيفيشن تو اوفر كام انكريزنج تمبريتشر واوفر كام ديكريزنج ووتر، عشان اتغلب على درجة الحرارة العالية وتغلب على قلة المية. البيرد مايجريشن، الكوايل بيرد بيهاجر. هو انت لما تيجي تهاجر بتهاجر من منطقة حلوة لوحشة ولا من وحشة لحلوة؟ وحشة بقى في ايه؟ في الظروف المناخية. انا همشي من حتة كولد اروح لحتة وورم، حتة دارك يبقى حتة لايتد، يبقى من حتة او من منطقة من اريا دارك اريا او كولد اريا الى وورم اريا فور ريبرودكشن، ولما الاحوال تتغير يرجع مره تانية. الكاموفلاج اللي بيجي لك في الامتحان ساينتفك تيرم، خلي بالك من الجزئيه دي. كاموفلاج خداع، هو الخداع ده انا بخدعك عشان اهرب من الاعداء بس، ولا عشان برضو ممكن اصطاد؟ انا ممكن استخبى واخدعك عشان اصطادك، ممكن استخبى واخدعك عشان خايف منك. يبقى الكاموفلاج دي سلاح ذو حدين، يا اما تو هايد فروم انمي او تو كابتشر ذا بري، يا اما اهرب من الاعداء بتاعتي يا اما اصطاد الفريسه. عندك كذا نوع من زمان بقى وانت بتاخد الانواع دي، ليف انسكت اسمها حشرة الورق، حشرة شبه الورق، ستيك انسكت حشرة شبه الغصن، والكاميليون. بقول لك الكاميليون ات كولرز ات سيلف ويز دومينينت، الكلمة دي مهمة، ويز دومينينت يعني دومينينت كولر اللون السائد، يعني هيقف مثلا على شجرة، الشجرة دي ثلاث ارباعها اخضر وربع احمر، هتعمل نفسها هي ايه؟ اخضر، لان انا بروح على الدومينينت كولر اللي هو اللون السائد في المنطقة. هي واقفه في منطقه تانية فيها الوان كتير، شوف اكتر لون موجود وتغير نفسها عشانه، عشان مفيش حد من المفترسين يشوفها. وان بير اوف انسيسترز اتش جو، فوق تحت، واحد فوق واحد تحت، وان بير وان بير، يبقى ده مش اللاجومورفس، دي الرودنت فعلا. حلينا السؤال الاول طبعا. ليكويد اليمنت كومبوزد اوف وان اتوم، مونو اتوميك، ميركوري، اكتبه ميركوري ولا ممكن اكتبه اتش جي؟ صح، لكن داي اتوميك بي ار كده؟ لا 2 عشان هو داي اتوميك، صح كده. الويلز فرونت لينز، ها بادل تو بيرفورم سويمنج اند دايفنج، وكمل منشن وان ديفرنس بتوين الويت بلانت والاديانتم.
وان ديفرنس. الاديانتم كان ايه؟ باي سبورز ريبرودكشن باي او ريبروديوس باي سبورز، لكن ده ريبروديوس باي سيد. شكرا. ما حدش يقول لي بقى مونو ودايكوتوليدون، فرق والخريطه الذهنيه اللي بعتها لك. جيف ريزون، سام بيردز مايجريت فروم وان ريجن تو انذر. هي بالبلدي كده في الاخر، هي ليه بتهاجر من منطقه لمنطقه؟ فور ريبرودكشن، للتكاثر. بنهاجر من منطقه دارك كولد اريا لمور لايتد وورم اريا. كوكروتش از نوت فروم اركنايدز، للصرصار مش تبع العنكبوتيات ديو تو ايه، لكن الاركنايدز عندها ايه؟ بو سباين اند سايكس سيميلر. الباين والسايكس تبع ايه؟ جيمني سبيم، صح. يعني ريبروديوس باي سيد، مش جايب لك هنا الكلام ده. قال لك بالسبورز، غلط. فلاورينج، لا. عندهم بريكارب، لا. انسايد ايه؟ كون، صح كده. خلي بالكم من الجزئيه دي. سكريتنج بويزن، قلت لك لما انت في الصيف بتفرز عرق، ده بمزاجك ولا وظائف جسمك اللي عملت كده عشان تقلل درجه الحراره؟ فانكشنال، برافو. بوس بي اند ميز، الاثنين دول انا لما اشوفهم اكتب انجيو عشان الاثنين دول انجيو. عندهم نفس البروبرتس ما عدا واحده. ايوان، لا يا باشا، ده دايكوتوليدون وده مونوكوتوليدون، لكن الثلاثه اللي فوق صح ما عدا دي. بتقرا كل واحده بالروح. ديزرت سنيل، اول ما اقول لك ديزرت، ديزرت ده يبقى يعمل بس شتوي ولا صيفي؟ صيفي. ليه بقى؟ تو افويد لو تمبريتشر، تو هايد فروم انمي كابتشر، ولا افويد اكستريم رايزنج تمبريتشر؟ فروم ايدنتيتس، ايدنتيتس يعني تيسلس، ما عندهمش اسنان. وينز اوتر موست ام ليفل، اهو بص بص بكتب ايه؟ كي ال ام. لما الام ليفل كونتين هاف نمبر اوف، كونتين هاف نمبر يعني عنده نص عدد، نص عدد ايه؟ نص عدد الفيرست انرجي ليفل. هو الفيرست مين؟ كي بياخد كام؟ لما اقول لك نص عدد يبقى كام؟ يعني معنى كده بالبلدي بيقول لك يا باشا انت عندك في الام واحد. طب خلاص اللي قبليه كام؟ 2 8 1، يبقى 11. فيش سنيلز بيرد ماملز، هتخرج ايه؟ عشان ده اكسترنال الكل انترنال، ديونيا هالوفيلا دروسيرا الجي، هخرج الالجي عشان كل دول انسكت فورس، اكلات حشرات ما عدا الالجي. ماشي. اكزامبل اوف بلانت ريبروديوس باي سبورز، برافو. الفير والاديانتم، منشن اكزامبل، اديني اكزامبل على هايبرنيشن. هايبرنيشن بيت شتو، فروج، عشان الفروج في الطين، صح؟ مش الفروج قلنا في المد؟ طيب لاجومورفس رابط.